بسم الله الرحمن الرحيم. تحية خاصة مباركة من قيادات التيار وتواجده إلى أهالي عاصمة الثورة في سترة التضحية، سترة الإباء، سترة الصمود، سترة النصر القادم بإذن الله تعالى، سترة التي روت بدماء شهدائها شجرة الثورة منذ أيامها الأولى، ولا تزال حاضرة بصغارها وشيوخها على امتداد خط الوفاء للثورة ومطالبها ورموزها الأبية. كما لا يفوتنا أن نرسل تحية إكبار وإجلال إلى تلك السواد الصادقة المخلصة التي انطلقت بلا توقف في الحراك استشعارا للمسؤولية الشرعية والمسؤولية الأخلاقية والوطنية، وثبتت على طريق ذات الشوكة دون يأس أو تململ. تحية إجلال وإكبار لكل شباب الثورة، لا سيما شباب سترة وبنيانهم المرصوص. أيها الأحبة، إننا نكبر في شبابنا الثوري هذا الوعي المتصاعد بحرصهم الكبير على جمع الكلمة والمضي نحو تحقيق مطالب الثورة الأصلية بما يحقق تطلعات شعبنا الكريم، والسعي الجاد إلى الحفاظ على التضامن الشعبي في أبهى صوره دون انشغال بما يطرح على الساحة من اختلافات بين القوى السياسية المعارضة. وقد أثبتت التجربة دقة تشخيص جماهير شعبنا الكريم في ضرورة النأي بالساحة الداخلية للثورة وصيانتها من أي اختلافات أو تجاذبات قد تضر بالمسيرة وتعوق تحقيق أهدافها. وقد زادت هذه القناعة قوة أقدام النظام الساقط وفقا لخريطة طريق مسبقة على الاعتداء على كل القوى السياسية العاملة دون تفريق بين الأستاذ عبد الوهاب حسين الذي يطالب بإسقاط النظام، وسماحة الشيخ علي سلمان الذي يطالب بمملكة دستورية. أيها الأحبة، إن النظام من وراء ذلك يقول للشعب إنه لا تمييز عندي بينكم، وإن اختلافاتكم لا تعنيني شيئا. وإن آلة بطشي ستفتك بكم جميعا دون تفريق. ونحن في تيار الوفاء الإسلامي نرى أن أبلغ رد على رسالة النظام هذا في زيادة التضامن ومزيد من الالتئام والانفتاح والتلاقي بين القيادات والقوى بما يبدد أحلام النظام في سحق الثورة مستفيدا من هذه الخلافات. إن تيار الوفاء الإسلامي ومن هذه المنصة يعلن عن استعداده لأن يكون جزءا من أي مبادرة تنسيق أو لقاء أو تشاور مع قوى المعارضة الأخرى، ونرى بأن في ذلك رضا لله ذو الجلال والإكرام ومنافع جمة سترتب خيرا وفيرا على شعبنا وثورتنا وساحتنا الداخلية. وفي الختام، فإننا لا نجد وصية أكثر أهمية وأشد إلحاحا من الحفاظ على وحدة الصف ونبذ الاختلافات وتعاضد الجهود المخلصة المباركة. تيار وفاء الإسلامي.